أنا مو خطيبك؟ ليش ما قلتيلي؟ أنت كيف بتعملي هيك فيني؟ سليم، القصة مو مثل ما مفكر. أنا ما عاد بدي أسمع هيك شي، وما بقى تدخلي حالك بهيك قصص، عم تفهمي أسيل؟ ولو ما عمو هارون خبرني ما كنت عرفت بالقصة. بابا يلي قال لك؟ إيه أسيل، أبوك قال لي نصبوا عليكم، بس أنا كنت بدي أسمع هالشي منك. لا تستسهلي الموضوع. اسمعيني أسيل، ما عاد بدي تخبي عني شي بنوب. من هلأ ورايح كل شي بخصك بيكون بخصني إلي كمان. معك حق سليم، بس أنا ما كنت حابة ضايقك أكتر. بعرف يعني إنه همك مكفيك، فما حبيت إنه ضايقك بمشاكلي. ما بدي وجع لك راسك. هذا الموضوع مشي حاله وما كان فيك تعمل شي، وأنا كمان قلت ما في ضرورة نخبرك بهذا الموضوع. فهمانكم، بس المرة الجاية بتقولولي على أي شي رح تعملوه. ماشي سليم. الحمد لله ما انأذيتو. هلأ صار فيني خبركم الخبر الحلو. بعد المشاكل اللي صارت حبيت أعمل لك شغلة. تعمل لي إلي شغلة؟ قول يلا. في مركز معالجة بألمانيا، حكيت معه وحجزت لك فيه، وبهالكم يوم رح يردوا لي خبر، ولهيك طلبت تقارير الدكتور. يعني لازم أبعتهم على مركز المعالجة بالفاكس بسرعة. انبسطتي ما؟ أسيل كانت بدها تقلك شغلة، بدي أعرف إذا خبرتك. أسيل؟ لا ما قالت لي شي. ليش هي شو بدها تقلي؟ حبيت أعرف إذا في شي جديد بخصوص علاج أسيل. مو كانت بدها تسافر للعلاج؟ ما قدرت، كان لازم قله إنه أسيل عم تمشي بلحظتها. أوف سارة أوف. سليم حبيبي، هالفكرة كتير حلوة وعجبني الموضوع، بس ما كان في داعي. أسيل معها حق سليم، والله بعد الحادث الأخير اللي صار ضايقنا كتير، وبصراحة أسيل ما عاد عندها رغبة بالعلاج. أنتوا شو عم تحكوا؟ أسيل مو قلنا ما في تراجع؟ كيف بتستسلمي هيك؟ رح تمشي، أنتي وعدتيني بهالشي، قلتيلي بدي أمشي بعرسي. مزبوط قلت هيك، معك حق، بس الموضوع انتهينا منه. لا تعترضي بنوم. سليم يعني بصراحة بعد اللي صار أنا ما عاد إلي رغبة للعلاج. عن جد شكراً لأنك فكرت فيني، بس يعني مو حابة قصة المركز. يا أسيل أنت مانك من يلي بيستسلموا بسهولة. إيه أنا مالي هيك صح، بس هالمرة غير سليم، يعني جواتي ما عاد في رغبة حقيقية. يمكن بهالوقت ما فكر بالموضوع. برأيي بلا ما نصر عليها أكتر سليم، وخلينا نأجل هالقصة لفترة. تمام، صار فيكن تروحوا هلأ. كيف رح تفوت دلال لجوا؟ أنا بحل الموضوع، أنتوا لا تاكلوا هم. بلا ما نفوت كلياتنا على البيت، هيك بينتبهوا علينا. علي معه حق رأفة، إذا الخالة سارة شافتنا كلنا سوا فأكيد رح تشك. خبرنا شو بيصير معك. يلا تعي دلال. ليكي هون غرفتي ماشي؟ هلأ رح فوتك من الشباك، استني فايت افتحه. مسكي هدول. علي؟
أمي عندي دراسة كتير. وليش مستعجل؟ قلت لك عندي دراسة أمي. طيب ماشي، هي فهمتها، بس كأنه في شي تاني زعجك مو؟ يعني شو بده يكون زعجني؟ لا تخترعي قصص، أستغفر الله. مالي مطمنة، أكيد هالولد صاير معه شي. علي، شو رأيك أعمل لك أكلة سبانخ على العشاء اليوم؟ إيه أمي. علي شو ما عم تسمعني؟ علي؟ نعم أمي. السبانخ اللي عنا بالبراد كأنهم منزوعين، إذا بدك روح جيب أو بطبخ لك هلأ معكرونة. أمي ساوي أي شيء ما بتفرق معي أنا. يلا أمي بدي غير أوعيي، في عندي دراسة لفوق راسي، رح أدرس لبين ما تخلصي طبخ. ايه طيب مثل ما بدك. امك بتحبك كتير مو هيك؟ سطحي هون، بردت كتير هني. أمي، أبي ما رح يجي على الأكل؟ يعني هو لوين راح؟ شو بيعرفني لوين؟ حكيته بس ما قال لي لوين. أوه، شو ما عاد سأل عنك؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه غيث؟ أنا ما سألته لحتى يقول لي، بس كان متضايق شوي وقال لي إنه رح يتأخر، لهيك ما أصريت. ابن الحلال عند ذكره بيبان. مساء الخير، صحة وهنا. شو هارون ما بدك تاكل؟ أمي، أبي شكله متضايق منك كتير وما بده ياكل. غيس، ملاحظ إنه لسانك طولان علي؟ أه؟ سمعت مو؟ شو؟ كأنه في حدا سعل. شو هالحكي أمي؟ صايرة عم تتخيلي كأنك ختيرتي. أستغفر الله، يمكن سمعت غلط. ماشي، أنا في عندي دراسة كتير، رح روح على غرفتي. ابني على القليلة خلص صحنك. هاي أخدته معي. آه هارون؟ شو عم تعمل؟ ليش هالشنطة هاي؟ شو بك هارون؟ لا تخوفني. لازم سافر ميرال، بدي اختفي عن العين هالفترة. طيب شو هالسفرة هاي؟ منين طلعت لك فجأة؟ ايه تعال عدي هون. مو في أراضي وبيوت أنا شارية؟ أنا كنت شاريهم لأنه سمعت أنه الدولة رح تعمل هون مشروع جديد، والبلدية انتبهت لهالشي هلأ. يعني يلي قصدي أقوله أنه ممكن هلأ يجوا يتهموني بتهمة استغلال الناس. آه هارون، شلون هيك يعني؟ وإذا ما بعدت ساعتها يمكن أخسر كل شي عندي وما رح أقدر أتحمل. اشتريت تذكرة سفر، بكرة الصبح رح سافر لألمانيا لفترة وبعدين بشوف شو رح أعمل. لا تزعلي، مضطر سافر. بس أنت لساتك ما شفت حفيدك ونيسان هلأ رح تزعل. طيب روح هلأ وشوفه. ما بحب هالموقف، بس ما رح روح قبل ما أشوفه، لا تقلقي. شو بدي قلك هارون؟ يعني هاي الأراضي كلها مسجلة باسمك أنت، بلكي الدولة حجزت عليهم. يعني شو رأيك إنه؟ خلص فهمت شو قصدك، رح أعمل لك وكالة والتفاصيل بكملها المحامي. طيب
طيب هارون، شو يلي رح يكون باسم نيسان وشو يلي رح يكون باسم أسيل؟ ليكي، كله مسجل هون. خليكي صاحي ميرال، ولا تخلي لا غيث ولا أسيل يعرفوا بشي مؤقتا. أنت لا تأكل هم حياتي، أنا هلأ رح ضبلك الأغراض، ارتاح شوي. يلا دلال، لازم تاكلي مشان دواكي. يلا يا سليم، نحن ارواحنا في دا أسيل ورح نعمل كل شي بنقدر عليه. قال هذا المركز ممتاز كتير بابا، وعلاجه طبيعي بس تكلفته كتير عالية. وعم قول بركي منرهن البيت ومنسحب عليه قرض. طيب ابني لا تضايق حالك، إذا اضطرينا مو مشكلة منرهن البيت. ما ضل شي ما سويناه مشان سارة، مراد انحبس بسببها، ولهيك شو ما سوينا مشان أسيل رح يكون قليل. لا تحكي هيك، شكراً. مو عيب تحكي عن مخلوقة بهالطريقة؟ ليش شو الغلط بحكي؟ طبعاً نحن لازم نساوي أي شيء مشان أسيل، لأنه نحن منعتبرها مثل بنتنا عثمان أفندي، هي غير الباقي. بس أنا قلبي عم يحترق، يا ريت تقدروا موقفي. خدي دلال اشربي. انتي منيحة؟ بعتذر، ما عم اقدر امسك حالي. طيب لا تاكلي هم، اشربي دواكي. شو عم يصير هون؟ علي مين هي؟ يعني أنا لازم سافر لفترة، في عندي شغل بدي كمله. بابا خليني أجي معك. لوين رح تروح؟ ابني هلأ قلت راي على ألمانيا، في هنيك شغل منيح، شركة بناء بدها مني اشتغل معهم، وأنا راي حتى قابلهم ورح ضل هنيك لفترة وبعدين منحكي بالتفاصيل. طالما هالفرصة مهمة كل هالقد، ليش متضايق ومزعوج بابا؟ ليك قول الحقيقة، في شي نحنا ما منعرف فيه؟ زعلان لأني رح أترككم بنتي. فكرك سهل الإنسان يترك عيلته ويروح؟ معناتها لا تروح. ليش لحتى تسافر وإنت بهالعمر؟ أمورنا بخير هون، مو صاير شي، يعني ما في داعي تلاقي شغل جديد. ابني أنا كل شي عم ساويه هون مشان مستقبلكم. خلص حبيبي، أبوك ما رح يسافر يستقر هنيك، ما بتعرف بركي ما مشي شغله ورجع، وإذا ضل نحن منزوره هنيك.
علي يلا حكي لي مين هالبنت. أمي اهدي رح اشرح لك كل شيء. كيف بدك يعني اهدى علي؟ هاي البنت وين عائلتها؟ مالك شايف كيف مريضة؟ إذا صار لها شيء لا سمح الله شو بدنا نعمل؟ أنا هربت من البيت. كيف؟ كيف يعني؟ علي يعني أنت اللي خطفتها؟ أمي أهلها كانوا رح يجوزوها لرجال بعمر أبوها. يا ربي دخيلك أعطيني الصبر. أهلي كانوا بدهم يجوزوني لرجال ختيار وأنا هربت. علي ما له ذنب أبدا. لا تاكلي هم بنتي، كل شي رح ينحل. انتي طالبة الأستاذ سليم؟ هو بيعرف انك هون؟ لا أمي، وأوعك تخبري بالقصة. أصلاً هنن عم يلاحوا الأستاذ سليم، لازم نخليه بعيد عن هذا الموضوع وإلا رح يوقع بمصيبة كبيرة. بس خليني عنكن هالفترة، بترجعكي خالي. صدقيني إذا رجعت لأهلي رح يزوجوني. طيب بنتي ما رح سلمك لحدا، لا تاكلي هم. اوه حرارتك مرتفعة كتير. علي يلا بسرعة جيب لي مي وخل. لا تخافي حبيبتي، هون ما حدا بيقدر يعمل لك شي. أنا معك بنتي. يسلموا إيديكي. خلاص ابني لا تحط ببالك ولا تاكل هم، رح نساوي كل شي لازم من شان نعالج أسيل. بابا أنا مو لهيك الآن، في طالبة آكل همها. خير شو اللي صاير معها؟ هاي الطالبة جاية من ضيعة بالشرق، أخوها خاطف بنت وبدهم يفدوا فيها، وهي لهيك هربت من البيت وما عم لاقيها بنوب، وحتى لو لقيتها ما بعرف كيف بقدر ساعدها. إذا حاولت امنعهم يعملوا هالزواج رح تصير جرائم، لأنه في جماعة رح يموتوا أخو البنت، وما عاد عرفت شو بدي ساوي. آخ يا ابني كل هالقصص بتصير من وراء الجهل. هاي العادات كانت من أيام الجاهلية قبل الإسلام. إذا سألتهم شو عم تعملوا بيقولوا لك هيك ديننا أمرنا. مفكرين إنه هالشي من الدين، مع أنه الزواج يا ابني بهالطريقة هي كان يصير بأيام الجاهلية. ما شاء الله شايفتك صرتي منيحة نيسان. ايه منيحة خالتي، بس ما عم يخلوني قوم، شو بدي ضل قاعدة هيك؟ برافو عليهم بنتي، أصلاً يلي بتولد ما لازم تقوم تتفتل أبداً لحتى يمرقوا الأربعين يوم. صبري شوي. مرحبا. ستو وجدو العمر أجو، يا أهلا وسهلا. لا تواخذيني بنتي، كنت مشغول ولهيك تأخرت. طمنيني كيفو الصغير هلأ؟ ما شاء الله عليه، رح يصير مختار مثلك. ما شاء الله. بابا انت منيح؟ مو على بعضك حاسستك؟ منيح بنتي، بس حاسس اني تعبان. اتأثر شوي، هذا اول حفيد صبي لإله، اول خرجية رح ياخدها من جده. يسلموا ايديك جده. الله يحميه. ما شاء الله. وهاد من خالته شكران كمان. مو معقول شو حلو.
كنت بدي جيب له شي تاني بس ما قدرت اتفتل كتير بالسوق، بس رح جيب. إليف شفتي هالأفرول شو حلو؟ وهدول الغراض تبع مراد عن جد حلوين كتير. إليف لبسي لنشوفه. هلأ لبسته أواعي، بعدين من أيسو ياهن. والله أنتي محظوظة كتير نيسان، عمتو عم تدير بالها عليه منيح. يسلموا إيديها. دلال لا تواخذيني، أنا ما كنت بدي فيقك أبداً. صباح الخير، كيف صرتي؟ تعالي شوف. الحمد لله الحرارة نزلت. ضليتي طول الليل فوق راسي؟ حبيت ضل قاعدة جنبك حتى تتحسني. عن جد قد ما شكرتك قليل خالي، يعني لو حدا تاني غيرك كان خبر الشرطة من زمان. بعرف بشو حسيتي وبعرف قديش تعذبتي دلال، لأنه أنا عشت هيك شغلات من قبل. تقريباً لما كنت بعمرك أهلي جوزوني بالزور لرجال ما بحبه وما بدي إياه، وجبت علي منه. أخذوا لي ابني من إيدي وقالوا لي إنه مات، وبعدها زتوني برات البيت. طلع همهم الوحيد إنه يصير عندهم ولد، بس بالآخر لقيته وأخذته من إيدهم. وهلأ ما رح أسمح يصير فيكي هيك كمان بنتي، ورح ساوي شو ما بقدر مشانك، هذا وعد مني. أنا كتير اشتقت لأمي خالي سارة. ما عم أقدر أزعل من أخي مع أنه هو يلي ساوى فيني هيك. هو كمان عم يقول أنه حب جنانه ما عطوا إياها. بالنهاية هدول عيلتي، وهلأ خايفة كتير يصير عليهم شي لأني هربت من البيت. بس ما رح أقدر أرجع، ما فيني أتجوز أبدا. بعرف بنتي، بعرف كل شي رح يتحسن، لا تاكلي هم. يلا تسطحي لك شوي، قايمة أعمل لك فطور. يلا بنتي، نحن لازم نعمل جمعة لضيفنا الصغير، منعزم الكل عليها، منقعد كلياتنا مندعي له ومنقرأ له قرآن، وكمان منحضر شي لضيافة، شو رأيك؟ أكيد خالتي، فكرة حلوة كتير. الله يبعث لنا بركة هالولد إن شاء الله. إن شاء الله. ماشي، إجا الوقت لروح أنا، في عندي شغل بالمطبخ. رح أعمل لك حلويات بالتمر مشان الحليب ولا يتغذى الولد. طيب خالتي، بس لا تعبي حالك. أعطيني يا لبوسه قبل ما أروح. لا تواخذيني خالتي، كنت شاردة. إيه معك حق، أولاد الأخ بينحبوا كتير. الله يحميه. خاطركم. رجائي خذ هدول ووزعهم بالشوارع والقهاوي. طيب استاذ، اعتبرهم توزعوا، لا تاكل هم. بس استاذ، انا في شيء لهلا ما عم قدرني افهم. هاي طالبتك ليش هربت من البيت؟ يعني ما فهمت انتو عن شو عم تحكوا، عن بدل مدري بيردال؟ ما فهمت. بدل رجائي، بدل يعني مبادلة. اخو البنت خطف بنت، وعيلة البنت مشان ما يقتلوا حدا ويصير دم رح ياخدوا دلال ويجوزوها بالغصب، قصدي يقول بدون ما يسألوها عن رأيها، وهيك رح يجبروها على الزواج. استغفر الله لك، هالعالم شو عم بتخبص؟ طالما ما بدها ليش عم يجبروها؟ لك لا تواخذوني، بس أنا هاي القصة كلياتها ما فاتت بعقلي.
أصلاً ما لها علاقة بالعقل بنوب، وحتى ما لها علاقة بالدين. معقولة يجبروا إنسان يتجوز بالغصب؟ وين المنطق بالموضوع؟ هي الشغلة بالرضا، وإذا شخص مو راضيان ما لازم ينجبر. الشيء اللي بيضايق هو إنه نفكرين هي الشغلة من الدين، بيلحقوا العادات والتقاليد وبيجوزوا وبيقتلوا. هلأ فهمت عليك شيخي، والله حرام هالبنت، يعني الله العليم قديش تعذبت لحتى هربت. لك الشيطان عم بيقلي روحه كسر له راسه ليلي عمل هالعملة هي. جاي على بالي ضل اضربه هيك للصبح. طيب لازم روح على المدرسة، الله يعطيكم العافية. ميسرة أخي. أهلين أستاذ. رجائي بلا ما نضيع وقت روح لزقني بسرعة. طيب شيخي طيب. جيت مشان بارك لنيسان، يا ترى الوقت مناسب؟ طبعا تفضلي. اسلام. سارة اهلا وسهلا، تعي اشتقت لك كثير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ألف مبروك. منيح اللي اجيتي لعندي. تفضلي، أنا رح ساوي لكم شاي. لهلأ ما لقينا حل، شو عم نستنى؟ ما عم بفهم أبداً، عم نستنى لحتى هي سارة الحية تروح تحكي؟ برافو عليك يا أسيل، لسه أبوكي هلأ سافر ويمكن ما تشوفيه لفترة. ليكي شو يلي عم تحكي فيه؟ بابا مو رايح على الموت أمي، مثل العادة عم بيشوف شغله، ليش لكون متضايقة؟ شو بيعرفني بنتي، بس حاسة حالي مو مرتاحة. إن شاء الله يخلص شغله ويرجع بسرعة. ماشي، شو بدنا نساوي بسارة؟ قاعدة على قلبنا وما عم تروح. شو ساوي؟ ما عم يخطر ببالي شي، كيف رح حل هالموضوع؟ هاتي لهم، أنا بدير بالي عليه. لا أعطوني ابني. بدل ما تشكريني قاعدة عم تنقي مو، احمدي ربك إنه رح ندير بالنا عليه. بدي ابني، لوين رح تاخدي الولد؟ رجعي لي إياه. إذا بدك احمليه سارة. راوية، ما بدنا نضيع وقت أبداً، أول ما نطلع بدنا نروح نشوف دلال، قصدي بركي بدون شي بلا ما نتركن لحاله. رافت دلال شبه؟ ما في شي أستاذ، ليش أنتوا لقيتوها؟ ليكوا شباب، إذا بتعرفوا شي متعلق بدلال وما قلتولي رح أزعل منكم. لا أستاذ، ليش لنخبي عنا؟ بدنا نروح على البوفيه، بدك نجيب لك شي معنا؟ لا يسلموا، صحة وهنا. عن إذنك. الله يعطيك العمر الطويل والصحة والعافية ويحميك من شر الإنس والجان يا رب، وإن شاء الله يا رب الله يجعلك من أمة سيدنا محمد وبتكون ولد مرضي لأمك وأبوك. آمين آمين.
الله يخلي لك ابنك سارة ويهدي لكم بالكم. انتي محظوظة كتير نيسان، الله رزقك بولد بيطير العقل وبصحة تامة، بس ليكبر أكيد رح يصير حلو. لو ما أحمد حاول كتير يمكن ما كنا شفنا هالأيام. منيح ما سمع كلمتي، وإلا ما كان الله رح يسامحني أبدا. كانت أيام صعبة سارة، والله لا يدوقها لحدا. ضليت لفترة محتارة مشان شغلي كلياتها غلط، وكان رح ينخرب بيتي لأني عاندته. إيه بس كلياتنا أحياناً منغلط نيسان، وما منعرف شو المزبوط. المهم إنه نتراجع ونعمل الصح قبل ما يتأخر الوقت. معك حق. الحمد لله يا ربي إنك فرجيتني هاليوم. الحمد لله. سارة، خطر ببالنا نعمل جمعة مشان الولد، خالتي رح تعملها. تعالي كمان ماشي، حابة أشوفك معنا. فكرة حلوة وأنا كتير بتمنى أنه أجي، بس ما رح أقدر. أنتي بتعرفي الوضع شلون، ما بدي بهيك يوم حدا يتضايق مني، مع أنه نسيت الموضوع واشتقت للخالة. شكراً. كيفها، منيحة؟ الحمد لله منيحة. يا حرام مهمومة شوي بهالأيام بسبب ابنة مراد، بس لما سمعت أنه أسير رح تتعالج انبسطت. أنا علاج؟ أسير رح تتعالج؟ ايه، سليم رح يرهن البيت ويسحب قرض من البنك مشان العلاج، والكل متأمل انه أسير رح تمشي. شو مين هاد؟ عم يدق الباب كأنه إله تار معنا. أمي أكيد بيكون سليم، عرف كل شي من سارة. أوف أسيل، سارة لا تفتحي الباب، خليها تروح. اف ولك حلي عنا يا. بعرف إنكم جوا، افتحوا الباب، افتحوا لي الباب. بعرف انك جوا، ما فيكي تهربي مني اسيل. رح تتهجمي علي؟ انا ما عندي اي شيء لحتى احكي معك، يلا انقلعي، طلعي من حياتي بقى. طيب بدك يعني روح؟ ماشي اسيل رح روح، بس لازم تتحملي النتائج، انت هيك بدك. فوتي هالحيه. ساره تعالي فوتي واحكي يلي بدك يا جوا. بتمنى تكون دلال صارت أحسن، الآن عليها. وأنا مثلك ما فهمت شي من الدرس لأني عم فكر فيها. خير شوفي، شو بدك؟ هذا آخر تحذير أسيل، رح تقولي له لسليم كل شي. مالك حق تعذبي الناس بهالطريقة هي، عمو عثمان باع المحل بسببك، وهلأ كمان رح يرهنوا بيتهم. أنت ما عندك إنسانية؟ ضميرك ما بيعذبك بنوب؟ ولك كيف عم تقدري تضلي عم تكذبي على الناس هيك وانتي وشك بوشهم؟ الأستاذ سليم بيحبك يا أسيل، شو لسه بدك منه؟ ولك فهميني كيف بترضي انه يصير فيه هيك يا أسيل؟ سارة خلص بكفي بقى، شوفي شو صار فيها، ما عاد تتحمل. امبارح بالليل مفجرين قنبلة بالمستشفى، وفي 25 قتيل، والجرحى بيطلعوا أكتر من 100 واحد. جوز خالتي فارس كمان كان هنيك، ومبارح طالعوا. والله الله ستره يا جابر. بوران؟ قلت
قلتي لي عمي جاي بآخر الأسبوع لعنا ما؟ بلكي طلعت لشغلة وما فضيها؟ أبي حتى لو كان الشغل لفوق راسه رح يجي لهون، لأنه الموضوع بخص حفيده، تعرف ما في غيره عنده. شو؟ لا تكون خايف، لا تنسى يا جابر نحن قاعدين مرتاحين بنص الحرب، وهاد كله بفضل أبي، وإلا ما كنا لقينا الخبز لناكل. ماشي أنا ما قلت شي، يتفضل ويجي على عيننا وراسنا من فوق، بس لما رح يدرأ أنه علي مانو ابنك، يعني هو مانو حفيده الحقيقي، وقتها شو رح يصير؟ وقتها ما رح يدركنا عايشين نحن الاثنين. اسمعني منيح جابر، حتى لو بدك تعمل المستحيل لازم تجيب علي لهون. قصة دراسة علي بتركيا بابا ما رح يضل مصدقها على طول. إذا بدنا ناخد الورثة لازم نجيب علي لهون لحتى يشوفه، ما في حل تاني بنوب. أنت بدك تجيبي علي مشان الورثة، بس أنا بدي ابني يا بوران، بدي إياه يكون جنبي. هالدموع تبعك ما رح تغير شي أبداً أسيل، على القليلة اعترفي بغلطك وعملي شي مشان تصلحي الأمور مع هالعالم. الإنسان اللي بيحب بيقدر يواجه الخسارة، بس الشي اللي عم تعمليه ما اسمه حب، هذا اسمه أنانية. شو هو الحب لكان؟ أسيل اهدي شوي. أنتي سارة خانم بدك تعلميني شو هو الحب؟ قولي أنتي بتعملي مثل ما أنا عملت شي؟ فيكي تعملي الشي اللي عملته مشان حبيبك؟ تعرفي شو يعني إنك تطلعي فيك اليوم وتكذبي عليه؟ وجاية هلأ قدامي بدك تعلميني شو هو الحب؟ أسيل تعرفي شو الحب سارة؟ إنك تتخلي عن كرامتك مشان حبيبك، تضلي مرعوبة طول الوقت لأنه إذا انكشفت كذبتك وقتها رح تتبهدلي. يعني الحب هو إنك تتحملي تهديدات واحد ما بيسوى شي مثل مراد وتردي عليه. طلعي فيني، طلعي ردي علي، مين منا يلي بتعرف شو هو الحب؟ ما فيكي تعملي مثل ما أنا عملت أبدا، ما فيكي تتحملي حتى نص الشغلات اللي أنا تحملتها. أنا بس لأني بحب عملت كل شي لحتى ما أخسر الشخص اللي أنا بحبه. تعرفي شو يعني كل يوم تحسي بالخوف من إنك تنكشفي وإنتي قاعدة على هالكرسي؟ حتى وقت كنت عم يوصل الفستان كنت خايفة يمر سليم ويشوفني هيك. هذا هو الحب سارة، عملت هيك لأني بحب سليم. هذا الطريق بيودي لبيت سارة خانم. طيب اهدوا شوي، ليك هي عملت كل هالشي لأنه بتحب سليم، سمعتيها؟ خلينا ننهي القصة من دون مشاكل. لا لا تحلموا بهيك شي أبداً، ما رح أسمح لكم تخدعوا الأستاذ سليم، وما رح أتراجع عن قراري لأنه أسيل بكيت، لأنه ما لكم حق أبداً تعملوا هيك معه. أنا ضحيت بحياتي كلها بس منشان يكون سليم لإلي، ومن هلأ ورايح ما رح أخلي حدا يوقف في وشي أبداً. ما حدا رح يتدخل بيني وبين سليم، أي حدا بيتدخل وقتها رح خليه يندم. وأنا ما رح أسمح لك تعيشي بهيك كذبة. لا تاكلي هم أسيل، أنا كمان مالي أقل منك. فكري شوي، بتحبي أنا روح خبر الأستاذ سليم ولا تخبريه أنتي؟ شو؟ طيب أنا بخبره لسليم.
حلو، معناتها قولي له بسرعة. سارة، ايه شو عم بيصير؟ شبه عن جد وحدة عمياء ما شافتني أبدا. ميرال خانو، هذا البطيخ هلا كان هون، وين اختفى بلحظة؟ بيكون فات على شي محل من المحلات، تعال ندور. أنا بعرف كل شيء سارة خانم. أنا آسفة كتير. دلال جوا مو هيك؟ إيه هي جوا. خلص طولي بالك أسيل، شدي حالك. ليكي إذا سونيا شكت بشي وقتها رح نروح فيها عن جد، رح تقول للعالم كلهم. أصلاً الكل رح يعرفوا الحقيقة يا أمي. ما في داعي تردي على حكي سارة الفاضي، لو كانت بدها تقوله شي كانت رح تخبرته من زمان، عم تعمل هيك بس لتهددنا. صح، لسه ما حكت، بس حتروح تخبر سليم إذا أنا ما اعترفت بكل شي. مالك شايفتيها كيف ما عم تنسى الموضوع؟ أمي أنا بموت إذا سليم تركني. الله يوفقك ساعديني، قولي شو ساوي. طبعا بس تعلقي، تعي امي وساعديني. قليلي وين كان عقلك لما بلشتي هالتمثيلية؟ لقيت هدول بالمخزن وكلهم تواريخهم خالصة. خلص تركي لي هدول سونيا، يلا تعالي لقلك. بوها بالخزن يلي بالمطبخ كلياتهم ملوتين بالزيت، نطفيهم منيح ماشي؟ طيب.